طيب هنروح لمباراة بكرة، عندنا برضو مباراة قمة بكرة، ولكن في الكرة الطائرة سيدات. المباراة كانت مفروض في مطلع نوفمبر، تم تأجيلها، والمباراة هتتلعب بكرة إن شاء الله، تتلعب في صالة الشهداء بمقر النادي الأهلي بالجزيرة. وبالمناسبة المباراة دي إن شاء الله هنذاع على شاشة قناة النادي الأهلي بإذن الله. هذه المباراة ستذاع بكرة إن شاء الله في تمام الساعة الخامسة على شاشة قناة النادي الأهلي. مباراة بكرة مباراة ليها طابع خاص، طبعا حضراتكم عرفتوا كان في موسم انتقالات، لعيبة راحت هنا ولعيبة جت من هنا، فبكرة المباراة هتبقى كل فرقة في ثوبها الجديد، وكل فرقة هتبقى عايزة تكسب، ولكن إن شاء الله الفوز هيكون للنادي الأهلي بإذنك يا رب. طيب فرقتنا عاملة إيه؟ فرقتنا متصدرة المجموعة زي الزمالك برضه، كله فوز، اتحاد اسكندري 6 أكتوبر أصحاب الجدول وادي دجلة واليوبلس، فالفرقتين متصدرين المجموعة. اللي هيكسب بكرة إن شاء الله وبإذنك يا رب سيكون النادي الأهلي هيتصدر مجموعته وهيبقى الخسران المركز الثاني، وينتظر مباراة العودة اللي هتكون في ميتا أوبا إن شاء الله، أتصور بعد العودة يعني ممكن نتكلم في حوالي أسبوعين ثلاثة بإذن الله. كل التوفيق، مباراة بكرة إن شاء الله بإذنك يا رب، بإذنك يا رب هتبقى الساعة الخامسة وهتبقى من صالة الشهداء. هي دايما كانت بتتلعب في صالة الأمير عبدالله الفيصل، ولكن المرة دي هتتلعب في صالة الشهداء.